مثلا هنا عندي الاسفلت ده مثلا الريفليكشن بتاعه عايز يبان، فاديته تاتش كده الريفليكشن اللي هو الانعكاس منين؟ من الاليمنتس القديمه اللي هي بتاعت الريفليكشن. هقولها لكم هي فرقت في اللقطه؟ شايفين فرقت في اللقطه؟ فاكرين الريندر ايمتس اللي احنا قلنا عليها في الاول خالص؟ كان فيها ريفليكشن تمام؟ الريفليكشن والريفليكشن دول بيجوا دايما في الاخر بقى، لو انا عايز ادي تاتش ريفليكشن في حته معينه انا فيها مثلا، او حته اتدارت مع البوست ريفليكشن اللي انا عامله او مع الليفلز، فانا باخده. لكن هو ده مثلا تمام؟ فده ريفليكشن، فاروح اعمل له ماسك وانا مثلا عايز الريفليكشن عندي يبقى في الحته بتاعت الشارع تمام. اوكي بيكون هي دي الحته اللي انا عايز ابين فيها الريفليكشن تمام. بعد كده بفتح البليندنج مود وبختار انسب حاجه، قلت لكم الاوفرلاي وبقلله بس مثلا شويه، هو ده اللي عملته تمام. ممكن توصل مثلا ل 25% مثلا، الحاجات دي تبقى تاتش بسيط جدا بس بيفرق في اللقطه برضه. انا ده عملته من غير ماسك وحطيته، بعد كده رحت ماسح على طول عشان كنت مستعجل، يعني ده تسليم بقى. هنا دي البالونه، البالونات اللي انا حطيتها تمام. ايه عايز تعمل لها موشن بلور مثلا، اروح اعمل لها لير جديده مثلا، انا كنت عامل لها موشن بلور تمام، بس شفتها لقيتها مش حلوه في اللايف، رحت شايلها. حتى البالونات نفسها عايز اقلل بس شويه، هتبقى 75 مثلا. ماشي هي كده دي، ثانيه واحده اعمل هايد بس. دي كده اللقطه تمام. ثانيه واحده، الاول خلاص كانت كده تمام، بعد كده كده.